الو، هلا. يا هلا، اوكي، منو؟ دقايق عندكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامج المسابقات الجماهيري فورز اللي طلع عليكم يوميا على شاشه تلفزيون دوله الكويت سبورت القناه الثالثه من الساعه 11 للساعه 12. هيا يا هلا عبد الله. ويوميا اقول لك مساء الورد والنوير ومساء الورد عليكم مشاهدينا مع الجوائز الثالثه. عيونه يقول لي تو قبل شوي يقول المعنويه عاليه عندك انت اليوم، سالفتك؟ والله يقولون كذي هايبر صايره. قربت السفره؟ اي سفره؟ بعد العيد؟ لا تقصدين قرب العيد؟ قرب العيد، قرب العيد، والعيد هالهلاله ها ها، وما ادري شنو يبقى له عشو. وهذا هو اليوم. طبعا احنا مستانسين، فاحنا دام مستانسين انا وهي اليوم الكل راح يفوز معانا بالكاش، ولا ايش رايك انت؟ طبعا محمد بولند مو موجود، موجود يعقوب بولند مخرجنا الجونيور. ايوه الجونيور. شوف خليني اقول لك شغله، انا يعني محمد بولند يعني كله تحيه وحبيبي واخوي وكذا، بس هما يعني يعقوب ومحمد في عندهم شخصيات مختلفه بين بعض. يعقوب يعني عرفت لي الكاريزما، المستقبل المستقبل. أيوة عرفت، وهادي محمد بولند مخرج مبدع بس عصبي، ما يخلينا نسوي شيء، ما يخلينا نسوي شيء، يخاف يخاف عنيف اخ منك، نخاف منك. وطبعا الهاشمي كله رياكشن، ملك الرياكشن، يعطيك هذا يكلمك كلمتين يمشي ويسوي قطام مال كبر ما يندر عنه. المهم اليوم طبعا احنا مستعدين للجوائز، مستعدين لاخذ جميع المتصلين اليوم، ان شاء الله كلهم يفوزون معنا. والفريق النسائي ما زال متصدر، يعني صار له اسبوع الحين، صار له اسبوع بالصداره، للحين بالصداره، بالصداره. وفريق الفريق النسائي وفريق الشباب متصدر بس من الخلف، متصدر يعني مع الاسف. انا يبي خلقي صدقي، يعني اشوف زولهم بس، نشوف زول الشباب يعني مو قادرين نشوفهم عادي. يعني الفريق النسائي شفطونا شي، راحوا بالمره. احنا بناديهم وين يعني؟ او بدايه المسابقات وبدايه برنامج فورز الشباب ما شاء الله كانوا يعني مدفعين، عندهم اتصالات كثيره من الشباب وكلهم يفوزون، والبنات كانوا مساكين ما 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 ماكو يعني قولتهم القطوه تاكل عشاهم. القطوه تاكل عشاهم. اليوم قاعد اشوف انا البنات لا قاموا يبدعون، وفقرة الجوجل ايرث ما يردون علي، يقولوا يلا عطنا فقرة الجوجل ايرث. أيوة. يلا ما حد راد والكل بيفوز. لا 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 لا، اليوم شيء جبار بالصراحة. اليوم اكيد راح يكون شيء مختلف، فعشان كذي احنا كلنا مستعجلين الحين ونشوف اتصالات كثيرة، فاحنا بنعرف قواعد برنامجنا المعتادة. القواعد والقوانين، عمر المشترك 18 واكثر، اوكي، ان تكون البطاقه المدنيه صالحه المده، عرفنا، يحق للمتسابق ان يفوز مره واحده في البرنامج، فهمنا، لا يحق للعاملين في وزاره الاعلام او اقربائهم المشاركه، خلاص، استلام الجائزه بعد العيد، اوكي، الشخص اللي يفوز هو اللي يستلم جائزته، والله عيونه فهمنا، الاخوان والاخوات ما يشاركون بنفس الحلقه، خلاص يبا، واخر شيء مثل ما قلنا الاتصالات دائما تكون من 8 لين 10 عشان نستقبل اتصالاتكم وما يرد عليكم احد ثاني ويقول لكم ما في مسابقه. حلو حلو حلو. اهم شيء نكون يم الشاشه وتقصر على صوت الشاشه وتسمعنا وين؟ من التليفون او الموبايل. حياكم الله، وهذا رقم هواتفنا، نشوفه بعد الفاصل ونرجع لكم في فقره البلدان. هوبا، ما شو الركض؟
اخ تعبت. ومستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات فورزا، والفقره الاولى مثل ما وعدناكم فقره الدول. وين راح نروح يا هيونه؟ راح نروح مشتهيه كذي. ايه مشتهيه اشوف فان دام. ايه اكل حلو. الله سويت حلو. اشتري شويه مجوهرات. الله بعد معروف الماس. بس بعد ما عرفتها وين؟ عرفتها يبا ما يبيله بلجيكا. يس الله يبا. الله 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 بلجيكا البلد الجميل. وخلي معلوماتك اليوم كلها بلجيكية. وفوز معاي بالكاش. عندنا اتصال حنان ونقول الو الو. هلا باحلى اثنين. هلا هلا فيك. هلا فيك. شوف يا هلا هلا والله 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 مو مجامله. يومين يومين ما اشوف برنامجكم. زين ليش؟ يومين ما اشوف برنامجكم الا في شغل كذي مشغوله بالسوق تدرين وروحات وياك وعيالي وكذي. والله العظيم اني فاقدتكم. يا حياتي ما تفقدين عزيز. يا بعد عمري ان شاء الله كل يوم تكونين معنا وبالعيد تكونين معنا. امين يا بعد عمري. كل عام وانت بخير. وانت بخير صحة وسلامة. عيدونا بين اهلكم واحبابكم ان شاء الله. انت عبد الله ان شاء الله. الله يسلم عمرك حبيبتي. ويرسم البسمة على وجهكم مثل ما ونستونا طول شهر رمضان. يا بعد عمري حبيبتي. تسلمين. والله احنا صدق عاد هدفنا ان نونسكم ونضحككم ونعطيكم معلومات. والله العظيم الصراحة برنامج نمبر 1. تسلمين بعد عمري. انا ما ادري ليش حنان حاسه انك راح تفوزين. الله يسمع منك. والله جد حاسه انك راح تفوزين يعني. الله ما ادري. الله يسمع منك ان شاء الله. انت عارفه الحين اول شيء اي فقره احنا فيها؟ فايزه. شوف فايزه مو مهم. فايزه باذن الله. كلمتك انت وهيونه وسلمت عليكم. الله يسلم عمرك. بس بس لا لا لا, 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 لا خلاص. شوفي شوفي بطير بطير. بعد عمري. احترين احترين. بعد عمري. السؤال سهل عموما وبناخذك احنا بلجيكا معانا. زين بقول لك تذكرين يوم عبد الله كان بالطواحين ويسوي كذي؟ وين كنا؟ وين وين؟ كنا بالطواحين الهوائية. انا بعد كنت تلفزيون. اي كنا بهولندا. يمكن لا هولندا ما كنت موجودة. اوكي بس ركزي على المعلومة خلاص. خلاص خلي هولندا ببالك. زين الهولندية خليها ببالك. اوكي يلا سريع. اوكي يلا السؤال عندك؟ السؤال الأول يقول لك صعب جدا جدا جدا. يقول لك السؤال في بلجيكا ثلاث لغات رئيسية ومهمة: الألمانية والفرنسية والهولندية. والهولندية. الله عليك الله عليك. خلينا نشوف الإشارة. خلينا نشوف. اوكي وبرافو. و30 دينار كاش مقدم من وزارة الإعلام عليك. ألف عافية. ألف مبروك عليك حنان وإن شاء الله تكون عيدية طيبة عليك وعلى أهلي. وأنتم بخير حبيبتي. حتى التصوير هني كلهم يعطيهم العافية قاعد يقولون يا رب إنه موفقة إن شاء الله يا رب. مشكورين. شكرا شكرا لك. مع السلامة. يلا يا بطلة. أوكي وشكرا على اتصالك ويعني الكلام الطيب. صدق والله أحس بإحراج. أحس بإحراج. أنا عندي مشكلة إذا واحد قال والله أنا أتابعكم وأحب برنامجكم. واي ودي أعطي عيوني. ما أتقبل يخسر. والله لما يخسر أحس بإحراج وجهي يصير أحمر ما أدري ليش. بس إذا دق هلا هلا والله بشير خسر كيفه؟ خي خسر ما عندي مشكلة. بس إذا يدق واحد أحس إنه متابع البرنامج ومهتم وحاول يتصل والله في ناس ولا متصل ثاني مرة أو ثالث مرة يا قلبي قلبي بموت. والله بس كلهم ثاني مرة مو ثالث مرة. والله هي في ناس للحين قاعد تصورني بسناب شات تكبشر لي يعني كم مرة متصلين. أمس ما داوم أمس واحد مكبشر لي 300 اتصال. ليش وقت واحد 300 اتصال داق يعني على تلفزيون الكويت. أوكي وطبعا دائما احنا نقول اتصال في وقت معين من 8 إلى 10. بس والله 300 اتصال اكيد عشان بس يردون عليه وكذا. واحنا بالعكس نستمتع. مو متصل بالوقت اللي هو من 8 للـ10. احنا ليش نقول من 8 للـ10 بالليل؟ بالليل مو الصبح صح؟ لان هذا الوقت مخصص حق فورزا ناخذ فيه اتصالاتكم واساميكم. اذا اتصلتوا غير هالوقت ما راح ياخذون الاسامي. راح يكون في شخص او يكون في موظف ثاني راح يرد عليك. مو موظف اللي شغال معانا في فورزا. احنا في موظف خاص راح يكون من 8 للـ10 وهو اللي يرد على اتصالاتكم. وان شاء الله احنا موجودين مستمرين معاكم باذن الله تعالى لا ان شاء الله فتره العيد 4 أيام العيد راح نكون موجودين معاكم على الكويت. 3 أيام العيد شو سويتوا؟ 3 أيام العيد خليهم 4 كل أربعة ايام 4 العيد الكبيره كل العيد الصغير كل ايامنا عياد باذن الله تعالى. 3 أيام العيد ان شاء الله راح نكون وياكم عيد الفطر من الساعه 1:30 للساعه 2:30 في برنامج فورزا على الكويت الاولى باذن الله تعالى. باذن الله هذا خبر حلو ترى. اكيد خبر حلو. ما راح ولو انه راح اكون نايمين وقايمين من الصبح ما ادري شو شكلنا راح يجي لكم شي عين مفتوحه وعين مسكره استحملونا. هو اول يوم كذي بس بعدين يعدي. عندنا اتصال ونقول الو. راشد الو السلام عليكم. حياك الله. الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا فيك راشد. كل عام وانت بخير مقدم. وانت بخير وصحه وسلامه. اليوم لما صرنا نسمع صار لنا شي اسبوع لما صرنا نسمع الصوت الرجالي
تحوشنا شيء نتنفس الصعداء. اي والله لانهم اختفوا ما ادري ليش، ما ادري وين قاعد تروحون. ها وين قاعد تروحون؟ وين يروحون الشباب؟ ما في شباب. والله حق احنا بالسوق والحريم عندك. شلون؟ اقول صار العكس، احنا بالسوق. ايوه بالسوق قاعد تجهزون. صح صح صح، ممكن اول اخر الايام يصير يجهزون. شو تجهز بالسوق؟ يجهزون قطره وعقال ودشداشه. لا لا لا، ثاني يوم طرق عزكم الله والجوتي وخلاص، اول نعال وخلصنا. ما هذا اللي عندنا احنا شباب، شو عندنا؟ نروح المباركين نخلص شغلنا دقيقه. لا في شغله ثانيه بعد. زين لحظه لحظه، الحين الخياط مو تروحوا له؟ والمسباح الجديد والماد الساعه والقلم والنظاره كلها حق العيد، تشترون اشياء جديده. طفل يعني واحد يروح يشتري دشداشه ونظاره مدري شو يلبسهم كلهم مع بعض؟ ايش دعوه؟ لا ايش دعوه ايش دعوه ايش دعوه، يبقى في مواعيد وشاديش وكذا. اول يعني الريال المفروض يشتري له دشداشه وقطره عقال يدد وخلاص. والله اما نظاره ومصباح و شوف انا اللي اعرفه ذكرت نفسها من فوق لتحت ما يصير. لا لا انا اللي اعرفه عن الشباب ما يشترون دشاديش الا كل عيد. لا لا صح كل عيد، لانه عافيه اذا غيرها شلون بنعرف الفرق؟ ما راح نقدر نعرف، ما في فرق. ممكن يلبسها شويتيه على زراق ومره على صفار، يعني هذا اللي اقدر اشيك. يمكن يمكن يمكن. راشد نام، راشد وينك؟ يمكن يجلس يسوي لي ازياء عندك. تبي ازياء؟ نسوي لك كذي دشداشه شد ولا جاكيت ان شاء الله. ايوه دشداشه هذه الهابين فيها الحين جابانيز ما ادري الصينيه. الله يجزاك خير، الله يستر منهم. اي والله الله يستر منهم، صدق الله يستر منهم. وفي ستايل جديد الحين دشداشه وكرفته معاها، الله ستايل ناري. لا اضحك وياك، ما في. خليك مستعد يا راشد، يلا رجع لمسابقتنا مع التحدي والمنافسة، وسؤالك راح يكون بلجيكي 100%. السؤال الثاني يقول لك ما هي عاصمة بلجيكا؟ مبروك يا سلام. شنو السرعة؟ عليك شنو هالسرعة؟ يا سلام. الله 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 الله، مبروك 30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام، عليكم ألف عافية. سرعة بلجيكا ما شاء الله، الشباب فازوا وصراحة احنا سعيدين ان الشباب فازوا. شفت شلون؟ وبعدين راشد ما قصر، سولف معانا ونسنا، واخر شيء اعطاك اياه شريك سرعة الصاروخ. ما قال بروكس المرتاح ويلا فما لا سكر، راح اكمل جاديش. اي اي بروح يشتري على بالعافية. على بالعافية 30 اعطي حق اليهال اربعة وخلصنا، امور طيبة. خلاص يا راشد موفق خير من الحين. موفق أنا خير يا رب. منو معنا؟ يلا عندنا اتصال، عندنا ريم. يا حلو اسم ريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايام سعيدة. شلون تهيون حبيبتي؟ بخير. شوفي انا اي واحدة اسمها ريم قلبي يضعف. بنتها بنتها هيونا ساعديني ترى ليش مرة هم خسرت. لا والله عاد ريم ما يصير ما اساعدك. ريم سميت بنتي لازم اساعدك. شوفي عبد الله سكت مو قادر يتكلم. بعدها ما عبد الله ما يقصر ان شاء الله. لا لا ما يقصر. عيون يا ريم وش اسمه يعقوب بولند ان شاء الله اليوم ما يقصر وياك مخرجنا باذن الله تعالى. اي يقولك بس يفوز شباب ما يفوز بنات. هو قال انا مالي شغل. انت خليك مستعده مالك شغل ان شاء الله امورك طيبه. مستعده ان شاء الله بإذن الله تعالى. مسكينة اختنقت. يلا سريع أعطيها السؤال. السؤال يقول كم مرة نظمت بلجيكا نهائيات كأس الأمم الأوروبية؟ كم مرة؟ يا ريم يا ريم. نعم هلا ريم ما قعد طالعين أشر لها. كم مرة نظمت بلجيكا نهائيات كأس الأمم الأوروبية؟ شوفيني قاعد تشوفيني. ترى ما قاعد تشوف التلفزيون. مرتين ما قاعد تشوفيني. قالت مرتين قالت مبروك و30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام، عليك بألف عافيه. المعلومه صحيحه 100%، كانت مرتين، مره في سنه 72 ومره في عام 2000. حلو حلو بطله. على اخر شيء بس تطولتي. ها هي مو شايفه تدري هي جاوبت من غير ما تشوفني. صدق؟ اي والله هذه شلون مو قاعد طالعني، قاعد اقول لها شوفيني شو ما قاعد تنتبه لي. ومخرج ليش يسوي كل ما اشر ازاي وخر الكاميرا؟ عادي الحين بولندي يقدر اذا ما اذا مو ممزج عادي يقطع كله علي وخليك انت تسوي كذا. اي قطع كل ما احط ايدي يلا حلو 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 ممتاز. للحين اتصالات كلها شنو؟ كلها تشوق واتصالات كلها على قولة فرحية والكل فايز معانا. عندنا اتصال بعد رابع ونقول ألولو. ألو السلام عليكم. وعلي وعليكم السلام. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شو صحتك؟ الله يسلمك. ممكن شارك؟ اي اكيد بتشارك. اكيد اكيد بتشارك. دقيت علينا الفرزة راح تشارك. وعلي قاعد تسمعني واضح؟ اي قاعد اسمعك. وعلي جهز حق العيد ولا؟
بتراول. لا تقريبا نبيل على الخميس ان شاء الله يكون خلاص كل شيء. ايش دعوه؟ شنو عندك؟ كلها بتراول مزداشر. شنو ناقص؟ لا لا هالمره لا ما في دشاديش، ملينا دشاديش. عدل عدل عدل. زين شنو يعني راح يكون ان شاء الله بنطلون جنز وشي حركات ولا بدلات؟ لا ستايل جنزات وقمصان ان شاء الله. جنزات ها؟ ايه يلا حلو ستايلك نار من الحين. انا اقول لك ستايلك نار وان شاء الله تفوز بفورزا وتكون العيديه. يبينا طلع وياك حبيبي تامر. يلا خليك مستعد، اسئلتنا الحين بلجيكيه بحت، راح اعطيك سؤال بلجيكي وبيك تجاوبنا عليه خلال 20 ثانيه. مستعد يا بطل؟ مستعد ان شاء الله. يلا يا بطل، السؤال الرابع يقول لك بلجيكيا تشترك مع عده دول بالحدود، اذكر اثنين منهم. بلجيكيا عندها مع هولندا اي ولوكسمبورغ. يا سلام. والمانيا. يا سلام. بس بس قال قال بعد كملها. قال انا بدنا اثنين باقي واحده. الله عليك. يا سلام عليك. الله عليك الله عليك. الف 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 مبروك و30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام عليك بالف عافيه. شنو لها الكثر بلجيكا سهله؟ الاجابات كلها صحيحه، بس خلينا نكمل نقول فقره يعني نكمل باقي معلومات مالت بلجيكيا عشان ننتقل للفقره اللي بعدها. يقول لك عبد الله في متحف يتميز باحتوائه العديد من الاعمال الفنيه والقطع الارشيفيه والزخارف يسمونه متحف مارغريت. اوكي وانا بقول لك معلومه، يقول تلقب مدينه انتو يوروب هذه معروفه البلجيكيه بانها عاصمه شنو؟ الالماس. عاصمه الالماس قلنا في بدايه الحلقه. الله دايمون انا ودي يقطوني هناك بس وينسوني. يقطونك انت سنه سنتين ثلاث سنوات بعدين يردوني. زين انا على وين يقطوني؟ عند الكاكاو. قص علي عند الكاكاو. عدل 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 مشكله يعني. انا عند الكاكاو وانت عند الالماس. اي عادي شو المشكله؟ عادي يبقى نتبادل ماتش. اشتري منك اعطيك الماس واخذ منك الكاكاو. سريع يلا خلينا نشوف شنو عندنا بعد عندك. يقول لك مدينه بروك تتكون من ممرات مائيه واشهر المناطق السياحيه ببلجيكا. فينيسيا الصغيره يسمونها فينيسيا الصغيره. ايضا طبعا في مغارات، يعني المغاره عندهم مشهوره هناك، هي عباره يعني محتويه على الجير وهي تعتبر متحف ما قبل التاريخ واسمها مغاره ما قبل التاريخ. ومدينه بروك بعد تشتهر بتقديم اجود والذ انواع الشوكولاته البلجيكيه المعروفه. طبعا لما نقول الشوكولاته البلجيكيه حلو حلو. ايضا تطل بلجيكيا على بحر، البحر هذا معروف بحر الشمال. مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات فورزا بعد التحدي والمنافسه، والفقره الجايه غير راح تكون، بس خلكم معنا. احنا فورزا ويا ويلهم يا ويلهم فقرة جوجل ايرث. الفقرة هذه جوجل ايرث بالذات ما حد مخوفني فيها، العكس يسوي لنا كذي انا اخترع ويا مستمرين معاكم مشاهدينا بالتحدي والمنافسة، وفقرة الجميلة الحين راح نروح لها أنا وعيونا، فقرة حروف وأماكن. يعني نشوف المكان ونطلع عليه كلمات من الحرف اللي راح يعطونا إياه. كلمات تبتدي بالحرف الفلاني. ومثل ما قلنا عبد الله إنه لما تقولون الكلمات قولوا وايد عشان عندنا بالمراقبة ترى قاعد يختارون اللي يناسب المكان. يعني يقول لك مثلا كان مخرجنا بولند قاعد يقول ان شوكه ما كان مقتنع فيها او شيء كذي. أيوة يعني طبعا هذه الملاحظه ابتكرناها انا وهي. ليش ابتكرناها انا وهي؟ عشان نساعدكم. شلون الطريقه؟ مثلا انت الحين انا طلبت منك اربع شغلات او اربع كلمات، انت اليوم لما بتفكر باربع كلمات صدقني ما راح تجيبهم، فكر باكثر من اربع كلمات. إيه فكر انا بيب خمسه بيب سته. بالنهايه عندنا فريق التنسيق ومتابعه مخرجنا بولند مع الشباب مع يوسف حجي نعرف نعمه شباب كلهم موجودين يشوفون الاجابات الصحيحه وياخذون من اللي انت قلته، وان شاء الله يكون فارق طيب. صح كلام انا غلطان؟ طبعا حلوين. واعطوني يا لولو. السلام عليكم. هلا والله. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويسلمك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. صحه وسلامه. ايش فيك عبد الله؟ ناطرة تسولف. علاهن. هلا.
هلا فيك، شلونك؟ بخير الله يسلمك. طمنيني، امورك طيبه؟ خلصتي شغلك؟ كل شيء جهزتي؟ كل شيء جهزنا خلص. زين، ايش سالفه الشباب توهم يبلشون يروحون السوق؟ ما ادري ايش فيهم، اختفوا صح؟ لان يعني اغراضهم اغلى من الحريم. اي، فعارفه اللي متساهلين والله عادي. احنا كلنا بنروح نجيب لنا كم قطعه ونلاقيهم وين ما نروح، مع انه صدقيني اعتقد انه لا، لان دائما السوق في اخر الايام كل شيء خالص، يعني ممكن يلاقي بس ما في مقاس. بس احنا قلنا الموضوع هذا قبل مع اخت علاهن، قلنا انه في ساعات اصحاب محلات يكونون يعني ما عندهم ذمة ضمير، يقول لك والله انا خلصت مثلا الماركه اللي عندي او خلص البراند اللي انت تبيه، لكنه محتفظ فيه حق ربعه. هذا حسب ما انت تكلمنا فيه قبل المره، صح؟ صح، مو قلنا كذي؟ صح. اي حلوه، خليك مستعده الحين فقرتنا احرف كلمات. بعطيك حرف الحين تعطيني منه اربع كلمات تبتدي بهذا الحرف. خلينا نشوف الحرف مالك على الشاشه شنو راح يطلع. اوكي، حرف الدال. حرفك حرف الدال ورشه تصليح اجهزه كهربائيه. ها درنفيس. درنفيس صح. اي ودلة ودينامو. ودلة ودينامو. اوكي كملي. ودلة ودينامو ودبوس. لا دبوس. اوكي دبوس. اوكي تمشي، دبوس صح، الدينامو صح، وما ادري شنو قالت اول شيء درفيس صح، لكن دلة يعني هي قاعد تقول لك ورشة يعني ورشة كهربائية صح؟ ورشة كهربائية، ما تصليح حاطين دلة، يعني هاي الدلة نشوفها بالديوانية. فاحنا نعتذر منك ان شاء الله، ناخذ اتصال منك مره ثانيه من جديد وتكوني قادره تحدد. صدق انا سمعت بدل الدبوس دقوس. لا سمعت دبوس صح؟ سمعت دبوس. ما انت قلت دبوس. ايه؟ قلت اوكي، لان استغربت اول. الدبوس موجود تلقاه بشغلات الكهرباء، ما كهرباء تحصل الدبوس، لكن دله تخيل واحد شغلات كهربائيه ودله موجوده، ما يصير يا اختي. يلا اوكي، ما يخاف، تحاول ان شاء الله مره ثانيه وتفوز بالكاش ان شاء الله. عندنا اتصال ثاني ونقول ماجد. الولو. الولو، السلام عليكم. حياك الله ماجد، شلون صحتك؟ الله يحييك بخير. شو اخبارك؟ ماجد قاعد تشوفنا صح؟ اي قاعد تشوفنا. حلو، ايش رايك ببرنامج فورزا؟ والله صراحه يعني من برامج مميزه برمضان. الله يسلم عمرك، مشكور وشاهد نعتز فيه هذا. اوكي احنا الحين موجودين فقره حلوه اسمها احرف واماكن، تعرف نظام المسابقه؟ ايه عارفه. اوكي يا بطل، بعطيك حرف الحين، ابيك تعطيني اربع كلمات تبتدي بهذا الحرف، مستعد؟ اوكي يلا يا بطل، يلا يا بطل، حرفك حرف الزين، يلا روح. حرف الزين. ايه جزيره. جزيره. ها بالجزيره. شنو بحرف الزين سريع؟ زهرة. زهرة. زولية. زولية بجزيرة. زورق. زورق. أوكي يلا. أوكي زمرد. زمرد. دورة ومجوهرات لقوا. أبا 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 أبا، والتايم أكلك أكل، التايم اكلك اكل والتايم ما يرحم. يلا اوكي، نقول لك هاردك حبيبي، ان شاء الله تتصل علينا مره ثانيه وتكون قد التحدي وتفوز بالكاش. لحظه خليني اكلم ماجد. ماجد ادري انك صكيت التليفون، بس ها سالفه الزوليه يعني بالجزيره، قاعد نقول لك جزيره يعني يعني هو موجود ولا راح؟ يمكن لا هو راح، بس انه يمكن بياخذ الزوليه عشان الكشته والدله وكذا. يعني شوف، مالك الا حلين، مالك الا حلين، تحط الزوليه وتاخذ الدله مال الاتصال اللي قبله. موضوعك خالص، تسوي لك خوش قاعدة. طبعا طبعا، بس خل اقول لكم مشاهدينا، احنا نحب نضحك معاكم، لا تتوقعون لما نضحك يعني ان احنا لا، احنا قاعد نتونس معاكم مثل ما قاعد تتصلون تونس معانا. نعم 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 صح 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 صح. اجل 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 صح. نعم 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 على العبيد. نعم ما هذا؟ معك 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 ما هذا يا رجل؟ اوكي، عندنا منو؟ حسنة. حسن شلونك؟ معك حسن. حسن اذا تعطيني، حسن اذا تعطيني جوله اسوي باربيكيو بالجزيره. من اللي قاعد يضحك عبي؟ يلا يا ابو علي، خليك جاهز. ابو علي تعرف نظام المسابقه ولا لا؟ اي عارف نظام المسابقه. اوكي، احرف كلمات، اربع كلمات تبتدي بالحرف الفلاني اللي راح تعطيك اياه هي. يلا خليك جاهز، هيا معاه. حرفك حرف الباء. اسطبل الخيول. شنو فيه؟ طبل الخيول. ايه برسيل. اوكي بالضبط. برميل. اوكي باب. الله عليك، قول 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 قول، تكفى تكفى، معلوماتك كلها كلماتك كلها صحيحه 100%. مع الاسف يعني هارد لك، ما اعطيتني الجابه الاخيره والرابع مع الاسف. شفتي
صح طاخ 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 اعطاني ثلاثة مضبوطين لكن كان باقي واحدة وتاخذ معاي الكاش. يلا ما يخالف هارد لك ابو علي تتصل علينا مرة ثانية ان شاء الله. حسن عصب لما قلت له عن التشولة احنا ترى كنا قاعد نضحك الاتصال اللي قبله قالوا شنو؟ لا ما شاء الله لا ما عصب والله ما عصب بالعكس سو داك كذي رجيم مركز بالعكس انا عجبني اللي اتصل مركز نتصل ابو علي قبل شوية انا عجبني يعني لو تلاحظين حتى الكلمات لما جاوبها الأسهم مالتهم قراب بين بعض ما عطاها حتى ما فكر برسيم باب بربيل انا اعطانيهم صح بس انا قاعد طالع التايم وياه خلاص ما باقي شيء فما بيخربطه فخليته لما بيجاوب الربع ما قدر يعطيني جواب الربع لكن ان شاء الله يتصل على ثاني وان شاء الله يفوز باذن الله تعالى ويفوز معنا. اوكي وعندنا اتصال جديد ونقول الو لو فاطمه عندك. الو يا هلا فاطمه. هلا هيونه شلونك؟ تمام هلا والله منورين ما شاء الله منورين. الله يسلمك ويخليك ومبارك عليك مقدما العيد ان شاء الله حبيبتي علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله امورك طيبه وخلصتي كل شغلك؟ ان شاء الله تقريبا خلصت. تقريبا لا لا تقريبا باكر روحي خلصي كل شيء. شنو كان باقي بعد خلاص ان شاء الله؟ تدري ساعات والله مثلا في البيت ناقص شيء ولا شيء تلاقي عشان الامور الصغيره مو صغيره الامور الصغيره هي اللي تطول هي يومين ثلاثه داخلها. اي والله صدق ما تلاقيها وتكون كذي انت تبي تجيبها مثلا على الشيء يعني حرام هم الواحد يقط فلوس يشتري شيء مجرد انه بس يبي يشتري عشان حق العيد حرام. هذا تصير ترى وايد تصير معي. يلا يا بطله خلي جاهزه للمسابقه. حرفك حرف العين. هبا والخباز. عين عيني كان الخباز بحرف العين. عين الخباز. عجين عجين علبة 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 وبعد شنو عين عين حيونة ثانية اللي يشتغل شنو يقولون عنه؟ عين عين عامل اللي يشتغل عامل. يا الله مع الأسف مع الأسف يعني يلوز كان باقي لك يعني جابتين عقب أنا عطيتها عامل ساعتها كان باقي لك كلمة وتفوزين بالكاش. معلوماتك كانت جيدة بس كان ناقصها السرعة لأن تايم اشتغل معاك على ما فكرتي خذيتيش تقريبا 6 أو 7 ثواني بعد ذلك عطتنا يعني حتى اللعبة هذه احنا كنا نستمتع فيها كانوا الناس يفوزون الحين ما حد قاعد يفوز صعب عليهم يفوزون يفوزون ان شاء الله ان شاء الله يتصلون ويتحدون واللي يخسر يرجع يتصل مرة ثانية وراح يفوز ان شاء الله اكيد. يا هيونا معنا عواد باذن الله عواد وعواد معاه 30 دينار ان شاء الله يعطيك العافية. الله يعافيك شلونك عواد شخبارك؟ والله بخير الله يسلمك. تمام عواد الفقره هذه وايد سهله الناس الحين صاروا يدقون علي قام يخسرون انت ايش رايك؟ مستغرب والله قاعد اقول لك انا هذا المستغرب منه والله قاعد اشوف حتى اللي يعني المعلومات الموجوده قدامي كلها سهله بس محتاج شويه تركيز وسرعه. انت مستعد؟ ان شاء الله. يلا يا بطل خليك مستعد وركز معي وخلي الاهل يساعدونك اليمك او اذا كنت بالديوانيه خلي الشباب يساعدونك. حرفك حرف هذا حرفك حرف الالف خياط رجالي بحرف الالف يلا روح. ابره اوكي ابره شباب خياط رجال حقلن أغمشة أوكي بعد واحدة انبوب أوكي 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 انبوب انبوب صح صح الإجابة صح 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 مبروك وثلاثين دينار كاش مقدمة من وزارة الاعلام عليك بألف عافية اعطاني اياه ترى هو طول شوي تاخر ساعدوا الشباب ليش قطالين يجي الانبوب حق شنو انبوب دحين ما في انبوب دحين جسمه خياط رجالي يلا ماشي يعني دحين قطالين قاعد اطالعك جي مصدوم عشان شباب عشان ريال فاز يعني منك تبي العجوة اي توا مسكينة البنية ما قدرت مسكينة ما لحقت تقول اي بطلي لا الرياكشن مالها شاف مشيته والدلة الرياكشن مالها قاعد اطالعك دور الانبوب ما يصير لا والله يعني شلون انبوب يعني الحين تقنعيني الحين ما في خياط رجالي في انبوب اي انبوب يا اخي اعتبري انبوب التكييف مال ايوه أوكي. بس جاوبتيها انبوب الغاز مالتك اي وعندك انبوب اللي يلفون الانبوب اللي يحطون على الخيط وايد معلومات شفت شلون؟ هذا هي انت عندك اتيليه وحالتك حاله احنا عندنا انابيب اكيد في البيت بس انابيب الغاز يلا اوكي اوكي صدقني انصدمت وانا طالع انا والله بولند كله بكم وكله ريال مبروك اقول مبروك وهالقي طالع شيء تخيل انا مبروك على طرف عيني مبروك مندمج مندمج عرفت اوه قاعد طالب طرف عيني واحد طيب انت لاحظتني وانا كذي رياكشن هذا حق غصب يعني
قاعد أفكر لأن ريال الفايز منه حقت علينا ريال الفايزين الحين ما شاء الله شباب متفوقين الحين على البنات شباب ما شاء الله بالصدارة رجعوا يتصلون الشباب طبعا طبعا أنا لبوا النداء أنا شني وايد اشتطيت من الساعة وياك بهونت ما في شباب ما في عفوا عليك شفت شلون يبا طلبنا الفزع والشباب إن شاء الله كله فايزين بإذن الله تعالى للعيد ولا بعد العيد الشباب إن شاء الله بإذن الله يكونون فايزين يلا يا عواد مبروك عليك الأنبوب يلا مبروك يلا روحي اتصال عندك أمال يا هلا بأمال ألو سامعيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا والله يا هلا فيش طمنينا شلونك شلون علومك الحمد لله تمام شو أخباركم وشلون المعنويات إن شاء الله مرتفعة إن شاء الله ترى الشباب كلهم رجعوا يتصدرون على ذاك خلقي كني هون احنا بنخسر بعد وياهم لا 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 احنا ايش قلنا الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه لا تجذبين الطاقه السلبيه نهائيا دائما حتى لو عندك احساس اي احساس ان تحسين لا قولي لا 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 انا قادره نعم 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 انا مع انا كل ما اقول لك كذي تقولي نعم 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 ما 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 يلا امال خلينا نشوف حرفك حرف الدال اوكي ديوانيه شباب هبا هني تقولين دله حرف الدال هني تقول دله دله واحد دبوس شو قالت دبوس كملي زين قولي دامه والله ليش وقفتي ليش وقفتي في تاي يعني ليش توقفين؟ قلنا انه هي لا توقفون لا ديوانيه شباب قولوا يعني ديوانيه شباب ايش دعوه يعني تعتبرها هي ديوانيه بنات نفس القعده يعني صح صح ايش المشكله؟ لو اعتبرتها ديوانيه بنات يعني انتم الحريم ما تروحون الديوانيه مالت الشباب اذا كان شباب مو موجودين يا عبد الله ما دريت نفس الموضوع ونفس الدله ونفس القهوه والها وكل شيء عبد الله صار عندنا احنا ديوانيه وصار لها كم سنه تقريبا بو 6 سنوات عندنا ديوانيه نسائيه صدق؟ اي قبل ما كان في الدواوين النسائيه من بعد الانتخابات صار في دواوين نسائيه يلا زين يلا ممتاز شكله مو عاجبك وانا قلت ديوانيه ما ما قلت انا ما علق وجهك شي ملامح وجهك انا ما علق يعني نو كومنت بالموضوع لكن يعني ديوانيه الشباب شكلك متحيز يعني ديوانيه الشباب شوف انا اليوم مستلمت استلام خلي الليله تعدى على خير يا بولن شوف هي ريكشنها طالع كذي ما يصير من هذا الزوالف منك لان هي محتره والله مشاهدينا محتره ليش لان الشباب اليوم بالصدام ما ادري ايش سالفتهم الشباب كله فوز فوز اليوم ما شاء الله شباب مكتسحين ساحة فورزة هد عصابك بس هد عصابك نعم نعم وإحنا 3-2 وطبعا عندنا اتصالات كثيرة وعندنا ألو لويديد هدى هلا والله ومرحبا حياك الله هدى شلونك حيكم يا ربي يسلمكم شخبارك الحمد لله يسلمك عيدك مبارك مقدما قبل الناس والزحمة يبارك فيكم إن شاء الله من العايدين الفايزين يا رب هدى شرايك ببرنامج فورزة والله ما شاء الله تبارك الرحمن صدق يسعدنا بهالوقت يعني الله يسلمك وما قصرتوا ترى الشباب ما ادري سالفتهم رجعوا كذي كأنهم صحوا كانوا نايمين ورجعوا قاعدين يفوزون ما ادري ايش السالفة انا حاشني احباط يعني عوارب بطني قاعد اقول كنت تعرفين كنت اقول لا احنا نبي الشباب يفوزون عادي احنا ما عندنا مشكله مع الشباب بس كنا بغير كلامي يلا هدى نبي تفوزين يلا خلت مستعدة أحرف وكلمات والحرف اللي راح يطلع على الشاشة حرف الميم وبلندن يا سلام يا لندن قولي شنو في بلندن مطار هيترو مطار تشترين أقراضك من وين مجمع مستشفيات أوكي. بطلة شنو قالت مسافة السيارات بعد أوقف سيارات صح مبروك و30 دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام عليك بألف عافية بتم صح مجمع مواقف سيارات إيش قالت بعد مستشفيات لا قالت وايد أشياء مطار شنو قالت متاحة لا كانت مرتاحة ويتجاوب عليك بألف عافية جابت الصحيحة تسمين اللي جالسك بعد العيد بإذن الله حلوين أنا شوفي فيني إيدي تحكني بس مدام قطيت الأقراض كذي إيدي تحكني معناته نجهز روحنا ونروح عند الفقرة الحلوة الفقرة الجميلة الفقرة القريبة على قلبي بس بعد الفاصل
ومستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات فورزا مع التحدي والمنافسة، وإحنا الحين موجودين بالفقرة الجميلة على قلبي. الله فقرة شنو؟ جوجل إيرث. الله 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 يا جوجل إيرث، عامنك أنت يا نتني، راح أفوز عليكم شباب اليوم 3-2. أي 3-2 أكثر اليوم، أكثر مخرجنا شم الشباب اليوم 3-3. أها تعادل مو مشكلة، الزين يضحك بالنهاية، ولا أنت شرايك؟ شرايك؟ ما حاجك يلا لا تحاكي جوجل إيرث وشتطيت وأحسك بدري قاعد تلف وتدور بالاستديو. ويلكم يا ويلكم يا ويلكم من جوجل إيرث، عطوني كل اتصالات اليوم، خلينا نشوف منو قد التحدي اللي يقدر يتحداني وفوز في فقرة على جوجل إيرث. عندنا حنان. الو تحدي يا حنان، تحدي عبد الله يا حنان، يا هلا فيك. يعطيكم العافيه. يعافيك ويسلمك يا رب. وعيدكم مبارك مقدما. يا حياتي علينا وعليك تبارك. شلونك؟ منوره اليوم بالاحمر. يا حياتي تسلمين والله، النور نوركم والله، نور اتصالاتكم هذه. تسلمين يا حياتي. شوفي ذبحني عبد الله. اوكي. ذبحني قاعد يطامر طول الاستيشن. ان شاء الله نقدر عليه انا وياك. والله يندني. تعالي خلينا نتعاون عليه. يلا. وأهلك يمش موجودين؟ يلا زين زين. صعبة يعني، صعبة شوية هذه الفقرة. خلك مستعدة يا بطلة. والله في بنات وايد يفوزوا فيها. خلك مستعدة. إن شاء الله. خلك مستعدة معاي. خلينا نشوف الحين الجوجل إيرث وين راح ياخذنا وياخذك معانا. هوبا تعالي. الله يا بطلة تبهي على القارة اللي رايحين لها، ومن ثم المدينة، ومن ثم اسم المعلم. لازم نشوف القارة ونركز فيها. هوبا مكان جديد. شفنا أمس. أمس شفناه. يلا يا بطل. أظن أنا أحس مسجد. ما يخربط معلوماتك بس أحس مسجد. هو أي مسجد بس. نبي اسم المسجد. زين قولي لي أي دولة ممكن؟ مشيولة من المعلومات. المخرج يقول دولة المخرج. والله صراحة ما أعرفه يعني، ما أروح أخبص ما أعرف. بإسطنبول هو؟ منك. غلط غلط إجابة. وين إسطنبول؟ إسطنبول غلط غلط إجابة. يولوز وأقوى نوع ونو كومنت. إسطنبول شنو؟ إحنا ما نبي إسطنبول، إحنا قاعد نقول لكم اسم المعلم. شاركي معانا مرة ثانية وإن شاء الله تفوزين. هذه الفقرة نعتذر فيها عن أي مساعدات، طبعا راح تجيبونها إن شاء الله بذراعكم، وعنود راح تجيبها إن شاء الله. خلونا نشوف عنود. حياك الله يا عنود. هلا والله. شلون صحتك؟ شلونكم؟ شخبارك؟ الحمد لله بخير. يلا نقولك عيدك مبارك مقدما قبل الناس والزحمة. بارك فيكم يا ربي، بارك فيكم. الله يسلمك. عنود إيش رأيك في فقرة الجوجل إيرث؟ والله مخيفة يا حياتي. فيها. اي والله مخيفة. بس والله ساعات يعيدون المعالم، ولو انهم توا حطوا معلم جديد، بس ساعات يعيدون المعالم. يلا اشوف الصوت. ها ضعف الصوت كنا. متابع حلقة امس زدي؟ متابعتها؟ اللي امس؟ اي لا والله امس ما تابعتها. اوبا عاد كان حطينا اليوم معلم من معالم امس. ان شاء الله لا تحاتي العنود، ان شاء الله امورك طيبة. وان شاء الله تلاقينا ما تدري. خلت معانا خلت معانا. خلينا نشوف الجوجل إيرث وين راح ياخذنا ثلاثتنا. هوبا سريع. الله 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 الله. انتبهي على القاره اللي راح نروح لها. طالع الكره الارضيه شوف فيها وين قاعد تروح. صراحه اوكي المدينه ومن ثم المعلم. اي حاطين امس هذا المعلم احنا حطينا أمس. ما اسم هذا المعلم؟ ما اسم هذا المكان؟ شو اسم هذا المسجد؟ مسجد وين؟ الماليزي يمكن؟ نبي اسم المعلم، اسم المسجد يعني. اسم المسجد؟ اي والله ما أدري. مسجد السلطان بروماي أو شاء الله. ها مخرجنا. وهوبا هوبا والسلطان البروماي يقول لك باي باي وجاب لك الغلط. طبعا سعيد انت ها يقول لك باي باي على طول على طول سكرتها باي البنيه سريع بعد احنا نقول والله.
احنا نعتذر منك ونتمنى طبعا تشاركين معنا مره ثانيه وتكونين قد التحدي وتفوزين بالكاش ان شاء الله. تكون قد التحدي وكل المتصلين اذا ما فزتوا رجعوا شاركوا مره ثانيه وان شاء الله تفوزون باذن الله تعالى. عندنا اتصالات كثيره في فقره الجوجل ايرث، لكن وين الشباب؟ ما في واحد يفوز فيها. وين الشباب؟ ما ادري عنهم، اختفوا. عندك سلمى. يا هلا بسلمى، مسعودك اليوم. هلا فيك، شلون سلمى؟ طمنيني عنك. الحمد لله بخير، مبارك عليكم السهر. علينا وعليك، وان شاء الله بعد احنا نقول لك عيدك مبارك مقدما قبل الجميع. ايامكم سعيده. احنا في فقره انا عني ما احبها. زين تكفينها يا ابي، صوره قديمه. عافيه مخرجنا، عطها صوره قديمه عشان تفتكون من الصور القديمه. في صوره قديمه باطه شبدي، تعرفينها؟ لونها مفهي. اي اوكي، حطوا صوره قديمه. لا 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 تعطيها اياه، ما ادري حاسه انها صعبه. تعرفينها ولا لا قبل لا يحطها؟ اي ابي صوره قديمه. ابي عطها صوره قديمه مخرجنا. يلا خلينا نروح مع بعض، خلينا نشوف يا سلمى الجوجل ايرث وين راح ياخذ. يلا يا سلمى. عافية فوزي يا سلمى. ان شاء الله. سريع سريع. يلا يا بطلة، تبي القارة اللي رايحين لها ومن ثم المدينة، بعد ذلك اسم المعلم، وهذه صورة قديمة حسب ما انت طلبتي. يلا. والكمبيوتر اختار الصورة قديمة مكررة. كاتدرائية فلورنسا في إيطاليا. كاتدرائية مخرجنا قول إيه. متأكدة؟ إيه متأكدة مخرجنا. يلا عاد إذا صح لا تقعد تقول لها يمين يسار. أيوة دور صح. ألف مبروك وثلاثين دينار كاش مقدمة من وزارة الإعلام. ألف مبروك عليك، وأنت آيرون بذراعك خفيها، تستاهلين. يبارك فيكم. ألف 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 مبروك عليك، وحلو اللي قاعد يتابعون معانا الحلقات وقاعد يشوفون المعالم قاعد يسوون سيرش عليها. ألف مبروك عليك، تستاهلينها وخذيتيها بذراعك. يلا تستاهلين. هذا ها عبد الله، اعتقد سمعوا الكلام. يعني انت كنت قاعد توصي تقول شوفوا المعالم، صوروهم، بحثوا عنهم، ما شاء الله قاعد يفوزون. هذا المطلوب. هي هذا سرعة المطلوب. البديهه، سرعه البديهه، وتاخذ المعلم من اللي يعني انت ما شاركت معانا، تشوف المعالم موجوده تصورهم وتسوي سيرش عنهم، بعد ذلك تدش معي على الهواء وتعطيني اجابه صحيحه. صح، وكن تاخذ الكاش والامور سهاله ترى. وعبد الله كل شيء حققنا الهدف. الهدف ان يصير عندكم معلومات. ايوه ونونسكم. ونونسكم ونوصل لكم المعلومه اللي فعلا انتم محتاجينها. انا عني نوصل لكم معلومه. انا عبد الله يخرعكم بس. هذا ترى اكشن احنا نسويه شويه بس بالفقره هذه، بس عشان نسوي سسبنس. ايش فيك هون؟ قاعد تخرعهم يعني. ياخ منك تخربي سوقي قدام الناس. منك سوالفك. من سوالفك خورتي قلبي. يلا سريع، عندنا يوسف. حياك الله يا ابو يعقوب. هلا حياك، شو صحتك؟ انا ما اسمع ان شاء الله. يقول لك عطني معلم قديم. معلم قديم من عيني دول، بس انت خليك مركز معاي في فقره الجوجل ايرث، وان شاء الله باذن الله تعالى الكمبيوتر يعطيك معلم قديم. شيء جديد وطبيعي. انت مستعد؟ اي مستعد. يلا يا يوسف خليك معاي. يلا تعال تعال تعال. يلا اوبا سريع. ركز على القاره ومن ثم المدينه، بعد ذلك عطني اسم المعلم. بامريكا. ايوه مفروض تعرفه. وانا عارفه انا. شفت المعلم؟ شلالات بنياد. لا قالوها قبلك. شلالات بنياد. اجابتك غلط مع الاسف. يولوز. شلالات نياجرا نهائيا مو هذه الاجابه الصحيحه. واذا انتبه كانوا قايلينها من المره اللي فاتت شلالات نياجرا، وقلنا لهم غلط، لان احنا مو على بنا حطينا شلالات، احنا نجيب لكم اشياء مقاربه مثل ما حطينا برج ايفل. كان مقارب وما كان برج ايفل. مو شرط احنا نحطها ايضا هم شلالات نياجرا، لكن هو لو متابع قبل كان شاف انه في بعض الناس قالت ان شلالات نياجرا وكانت الاجابه خاطئ، لهم ركز كم جاوب اجابه ثانيه. يلا عموما يشارك مره ثانيه باذن الله تعالى ويفوز بالكاش. الله يشارك مره ثانيه ويفوز بالكاش. عندك محمد. يا هلا بمحمد. يا مرحبا. يا هلا فيك، شلونك؟ طمني عنك. طول عمرك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر، ونقول لك خلصت شغل العيد ولا لا؟ والله ان شاء الله على وشك. ما ايش فيكم يا شباب؟ البنات خلصوا صدقوكم.
طول عمرك. البنات ما شاء الله عليهم هبت ريح خلصوا، انت وكله متاخرين وكله يلا على السهالات، وتلاقي روحكم تاخرت. هذا وقتهم، هذا وقت. يلا موفق. احنا الحين في جوجل ايرث وراح ناخذك، عبد الله راح ياخذك ازاي ويوديك معلم من المعالم. خليك معايا يا محمد، انا وياك وحيونا راح نروح وين؟ لمعلم من المعالم اللي راح يختارها الجوجل اير. سريع 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 هوبا. الله يا بطل ركز على القارة ومن ثم على المدينة وبعد ذلك وسم المعلم. معيود. قال لك هي معيود هذا المعلم. ان شاء الله تكون عارفه. هذا باليونان. نبي اسم المعلم. متحف. بعد اسمه. متحف اللوفر. مخرجنا. والاجابه غلط. يو لوز. يو لوز. وطبعا قال متحف اللوفر، طبعا اجابته خاطئه. واتمنى طبعا يشارك معنا مره ثانيه يكون قد التحدي ويفوز بالكاش. واذا حضر الكاش ينتهي يعني النقاش. اسمع حد يفوز بالفقره هذه، قليل ما يفوز معاي. فازت معنا واحده. قاعد اقول لك معناته ان هذه ايرون، قلت لك هذه بطله. هذه واحده صح يعني صح. حديد اكيد اللي فازت في فقره يعني الجوجل ايرث، هذه فقره صعبه، لكن احنا نتمنى انه يكون اكثر متصلين يفوزون بهذه الفقره. وعندك اتصال ويقول لك يوسف الولو. يا هلا بألول. يوسف كذا سكر الخط. سكر الخط هو بس درى جوجل ايرث يا عمي. سكر الخط. ما نبي، نبي احد يتحدانا، نبي ناس ابطال، نبي ناس مثل المتصل اللي قبل شوي اللي فازت بالكاش في فقره الجوجل ايرث. وينهم؟ يوسف وينك؟ هديتنا ورحت. وين التحدي؟ وين وين العام؟ ما في ما في ما في ما في ما في ما في شو اسوي؟ احنا يعني نشوف الفقره هذه مثل ما انا قلت لك يعني متصلينها كثار لكن اللي يفوزون فيها قليلين، وهذا يعني مو منا احنا. الفقره هي سياستها كذي، طريقتها كذي، برستيجها كذي، واكب شغل بهي. ترى هي هم تستانس اذا خسرتوا الفقره هذه. لا كلش لا ايش فيها تستانسين اذا خسروا. انا بفقره الجوجل ايرث منك. قولي لا قولي لا بعد شنو اكيد. لا اذا صبيان ما ادري، بس اذا بنات لا يضيق خلق صراحه. احس كذي تقول لي شنو نداء الاغاثه وحوشني احباط ان انا مو قادر اعطيها ولا معلومه. ما يندر على كلامها، لكن رجع اتصال يوسف. خلينا نشوف. هيا مع يوسف. يا هلا بيوسف. مساكم الله بالخير. يمسيك الله بالنور. يوسف وين هديتنا ورحت؟ خوفنا عبد الله. شفت والله انا قلت شفته. لا لا ان شاء الله ما يخوفك. اغلب المعالم تكون معيوده من نوادر، قاعد يجيبون شيء جديد، وحتى الجديد قاعد يجيبونه سهل. علشان شنو؟ يكون سهل عليكم وتعرفونه بسرعه. يلا توكل. يلا يا يوسف. يوسف خلاص جاهز يا يوسف. وانا وياك وهيونا راح نسافر وين؟ لبلد ما ونشوف المعلم اللي فيها. يلا 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 سريع سريع سريع. الله يا بطل. يوسف اذا خلصت لا تسكر، خلينا نسولف معك. ركز يا ابو يعقوب على المعلم، وابيك تعطيني اسمه. هوبا تونا عايدين. مركز من بدايه الفقره راح تشوفه. بشر قول. ويعقوب يوسف موجود معنا. مسجد المود وميلان. هو مسجد عيد. نبي اسمه. مسجد المود. عيده المود. مخرجنا. انا سمعته قال مسجد المود والكنترول كذا اسمها اوضح داخل، لكن الاجابه خاطئه. اتمنى طبعا تشارك معنا مره ثانيه وتكون قد التحدي وتفوز بالكاش. عشان كذي احنا طلبنا الاعاده، يقول اسم مره مرتين ثلاثه عشان يتاكدون من الاسم، الكنترول بالاسم اذا قاله صح او غلط، لكن اجابته كانت غلط. منك من سوالفك. اقول لك شغله، خلينا ننتقل فقره ثانيه. الناس قامت تخاف، الناس قامت تخاف. اكيد تخاف. سريع. هذا بس شيء قاعد من النوم هذا. ايوه سريع سريع. زومبي زومبي. ننتقل لفقره ثانيه، نرجع لكم بالتحدي.
مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات فورزا مع التحدي والمنافسة والفقرة الجميلة اللي صار لها فترة قاطعين عنها على البوكس شو. صور وأرقام تطلع على الشاشة وتعطيني الرقم الصح وتأخذ الكاش. بعد أعتقد هذه الفقرة سهلة. لا يقولون إن الفقرة صعبة وجوجل إيرت تخوف ما إيه؟ تخوف. إيه عندك هيون اتصال. يا هلا بصبحة. ألو. يا هلا فيك. قاعد تسمعيني؟ مبارك عليك ما تبقى من الشهر. الله يبارك فيك حياتي. يم التلفزيون لأن هذه الفقرة محتاجة تشوفين التلفزيون. يم التلفزيون؟ إيه يم التلفزيون. يلا إن شاء الله طمنيني شو أخبارك معلي؟ تخلصت شغلك أمورك طيبة؟ والله خلصنا بس بقينا شوية. هل شوية دايما تاخذ وقت؟ ليش؟ والله ما أدري لازم. لا وتحسين الأغراض كلها ناقصة وتروحين السوق ما تحصلين اللي تبينه. ما أدري يا ربي أعتقد لو تخلصوا شغلكم قبل العيد قصدي سوري قبل رمضان ترتاحون على الأقل تبقى لكم الأشياء البسيطة هذه. إي والله صح كلامك حياتي. يلا صبحة حين. قبل الله صبحة شلونك مع الزحمة؟ والله زحمة حيل أنا ما أطلع إلا الصبح. أي مجمع تروحين؟ والله أثنيوز كذي يعني جماعات واي زحمه 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 من صدق الافنيو بعد الصبح كله زحمه يصير. يلا تعالي بس يلا خليك مستعده الحين يا البطله وخلينا نشوف على البوكس شو. يلا هوبا هذا البوكس شو قدامك الحين على الشاشه وركزي عدل على صور الاعلام. شوف الاعلام وشوف الارقام اللي وراهم. طلعت لك صح؟ اي طلعت. رقم 6 شنو كان؟ رقم 6؟ اي المغرب المغرب. يا رب خلينا نشوف الكمبيوتر شنو راح يقول. صح وهذا الكمبيوتر يقول لك الاجابه صحيحه. الف مبروك. الف مبروك عليك واتصالك السعيد نورتينا وان شاء الله تخلصين باقي شويه اغراض تخلصينهم بسرعه ان شاء الله وطلعي الصبح عشان يمديش تخلصينهم. مبروك عليك 30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام. الف مبروك عليك يا بطله. شفتي المغرب على طول قالت اجابه صحيحه. ترى على فكره انا احب الفقره البوكشو. شو اللي تحب فيها؟ شنو السبب؟ انا اقول لك يعني سلسه سهله والله فيها كذي تركيز عرفت شلون؟ فأنا أحبها يعني الصراحة عشان كذي حاولنا الفقرة يعني اليوم نطلع الفقرة البوكس شو. خلينا نشوف شيماء إن شاء الله تفوز بعد. شيماء شيماء شلونك؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك تمام؟ تمام. عيدك مبارك مقدما قبل الزحمة والناس. أيامك سعيدة. سؤال هي دائما تسأل المتصلين خلصتوا ولا بعد؟ حق العيد. خلصنا. والله لما أحد يقول لي خلصنا أحس إن أنا أرتحت كني أنا اللي مخلصة مو أنتوا اللي مخلصين. على هالابتسامة والضحكة الحلوة إن شاء الله تفوزين معنا بالكاش. يا رب. ويبيلك بس تركزين وشوفي الأعلام والأرقام. أنها طافت جوجل إيرث الحمد لله. الحمد لله والله عدت على خير. عدت راحت خلاص. راحت خلاص. خلص مستعدة الحين فقرة البوكس شو خلينا نشوف الصور اللي راح تطلع قدامنا. أعلام دول مثل ما أنت شايف ركزي على أعلام دول وراهم راح تطلع أرقام. راح اسالك الرقم وقول لي يلا اوكي رقم 7 سهل. رقم 7 شنو علم دوله اللي كان بصندوق او الدائره السابعه؟ رقم 7 الكويت. هنشوف الكمبيوتر شنو يقول. والكمبيوتر يقول لك الكويت. اكيد. الف مبروك و30 دينار كاش مقدمه من وزاره الاعلام عليك بالف عافيه بطله. الف 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 مبروك عليها. كانت خايفه من جوجل ايرث والحمد لله عدت على خير وفازت معنا. انت صدقك الناس اللي يدقون علينا في فقره جوجل ايرث قبلها وبعدها هذه يكون يعني معجزه عنده. ما ادري شلون عدي يقول انا اشوي اني فلت يسوي شيء اشوي اني فلت منها عرفتي والله. يدزها دز يعني عنده ماساه اللي يدخل وياي على الجوجل ايرث. بس يلا ما يخالف مجرد مشاركه وانك تحاول تفوز معاي هذه اكبر عبد الله. بس ترى في ناس يقول لك ابيها الفقره. طبعا هي ما شاء الله يكون حافظ معاه يقول لك ابيها. يلا تعال جريء جريء احنا هذا نبي الناس اللي فعلا تقبل التحدي وتحدانا في برنامج فورز. وعندنا اتصال. هلا حياك الله. هلا محمد. هلا ابو جاسم. هلا هلا. انا ما في الحين ما في مجال هيون بصك عليها هالمره. هاي بطل بطل محمد. يعيش محمد يا بطل. عندك فقره سهله اكيد. القوه الحين ما في مجال. ماشي يا شباب ماشي بطل بطل. يلا ابو جاسم خليك صح وفقره البوكس شو. يلا شوف معاي خلينا نشوف
الصور راح تطلع قدامك الحين يا بطل. ان شاء الله فايز يا محمد. هذه اعلام، عطنا الحين الارقام اللي وراهم، راح اقول لك اي رقم تعطيني العلم المقابل. يلا يا بطل صراحه خليك مستعد. اي يلا. رقم 4 شنو كان؟ اي علم رقم 4؟ رقم 4 يس. جارتنا، جارة الكويت. الامارات؟ لا، جارة الكويت. السعودية. خلنا نشوف مع بعض يا البطل الإجابة. صح صح صح، مبروك مبروك. و30 دينار كاش من وزارة الإعلام. هيا معاكم قلبا وقالبا. الله يوفقكم ان شاء الله يا رب. الله يوفقكم. موفق يا بطل، موفق. شفتي هي يعني الشباب قاعد يردون بالصدارة على طول، يعني حلقة اليوم شبابية بحت. اعتقد الشباب هم اللي فازوا بهذه الفقره. لا انا ادري منك. زعلان زعلان. الشباب اللي فاز هو الفقره على طول. سويت الشباب اللي فاز. بوند بوند مخرجنا شنو؟ من اللي فاز؟ بوند تكفى. شوف الاحصائيه ما نطالع اليوم. عبد الله كيف فوز الشباب؟ ترى البنات هم اللي قالبين. يكفي ان احنا صار لنا اسبوع قالبين. شوف سعود العنزي، سعود العنزي عند الجرد بسرعه شيء سريع. شوف لي اي تكفى قولي الخبر. اي عافيه. من اللي فاز، شباب ولا بنات؟ شنو؟ فريق عيونة. لا 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 يا 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 يا. شوف 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 شفت، عشان اوريك، عشان اقول لك يا بولند ان هي لما الشباب يخسروه ايش اسمه يخسروه تشمت فيه. ما تصدقني يعني؟ ما تشمت وايد. ما تصدقني ان شاء الله. يعني انا قاعد اتعب كل يوم، واقعد من الساعه 6 قاعد اروح احط مكياجي واسوي شعري ويهني، وما تبي البنات يفوزون؟ يلا ما يخالف. يمكن انا اتوقع ان الفارق واحد، ما يفرق ان شاء الله. لكن باذن الله باكر راح نسافر دوله ثانيه. اذا اعطيناها الكنترول نقول لها شنو باكر ديارتنا اللي راح نزور لها، راح نزورها. راح نروح الله راح نروح باكر الجزائر. باكر خلوا معلوماتكم كلها جزائري. ادخل على جوجل اليوم، ادخل على المعلومات اليوم العامه مال الجزائر، وراح ان شاء الله ما راح تكون معلوماتنا خارجه عن نطاق الجوجل ومعلومات الجزائر. شكرا عدد عشان نخلص. اي اشكر منى علوش على هالتسريحه الجميله، وتسنيم المنصور على هالميك اب اللذيذ الجميل، والمصمم اهم شيء المخرج المصمم ايمن سري الدين على هذه البدله الرائعه. واقول لكم اشوفكم على خير باكر مع لوكيدي. مشاهدينا بكذي طبعا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم غدا باذن الله تعالى. كان معاكم من التقديم عبد الله طليحي وهي الحوطي. في امان.